تشرف حضوره مكمله بالحسن ما تحتاج شهادة انقضب ينفرع بروعة غروره في تلفات وشموخ وفي حيادة في نجاح بيوت الأمداح محصورة لأنها تفرق عن الغيد بزيادة لأنها تفرق عن الغيد بزيادة وجهها مثل البدر لا شع نوره فرقه في حسنها عن كل غادة ترهج الميدان تغتال وفخورة لعبها مثل الفرس فيها ركادة سببت فلع بنوع من الخطورة من تحداها تبشر بالأبدة من تحداها تبشر بالأبدة وخر عن نادر الزين بمرورة فيه مفهوم المفاخر والسيادة بنت روق الفرقة صوت وصورة لذايب سادت العز وعمادة صيت أبوها اللي برز في المجد دوره مفرس ابن عقاب شيخ وذخر سادة مفرس ابن عقاب شيخ وذخر سادة ابن طوقه مركز المجد وجذوره كواع المطنوخ في عالي شداده مفرس اللي يلقي الأشوار شوره فالحضور النخبوي يقدح سناده عادت ابن عقاب من ماضي عصوره حزم مضمون المكارم والريادة حزم مضمون المكارم والريادة واخوان كان لي شد والطيب وقصوره هم صروح المجد والعز وعتاده أشهد إن عيالك الفخر وجسوره الرجال أهل الوفا ساس العمدة ذخر قومن في المواقف مخبوره الحماية نهجهم طبع وعادة الحماية نهجهم طبع وعادة يا هلا بالزن لا تشرف حضوره مكمله بالحسن ما تحتاج شهادة انقضب ينفرع بروعة غروره في تلفات وشموخ وفي حيادة في نجاح بيوت الأمداح محصورة لأنها تفرق عن الغيد بزيادة لأنها تفرق عن الغيد بزيادة وجهها مثل البدر لا شع نوره فرقه في حسنها عن كل غادة ترهج الميدان تغتال وفخورة لعبها مثل الفرس فيها ركادة سببت فلع بنوع من الخطورة من تحداها تبشر بالأبدة من تحداها تبشر بالأبدة وخر عن نادر الزين بمرورة فيه مفهوم المفاخر والسيادة بنت روق الفرقة صوت وصورة لذايب سادت العز وعمادة صيت أبوها اللي برز في المجد دوره مفرس ابن عقاب شيخ وذخر سادة مفرس ابن عقاب شيخ وذخر سادة ابن طوقه مركز المجد